شكرا فيصل الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. متابعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء عبر القنوات السعودية الرياضية، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير. أحييكم بأجمل وأطيب تحية وتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من هنا، من على أرضية هذا الميدان ومن ميدان الطائف، سادس أيامنا ضمن تحديات مهرجان سمو سيدي ولي العهد للهجن عام 2024 للميلاد. متابعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء، انطلق شوطنا الثاني وشوط الرئيسي الخاص للقحدان الحقايق والثلاثة كيلومترات. مقدمة الشوط المركز الأول، شعار الذيب، من يحضر على المركز الأول؟ محمد بن علي المنصوري، الضيف القادم من دولة الإمارات العربية المتحدة. نرحب بجميع الضيوف من أتوا من أجل هذه المشاركة الأخوية. بينما المركز الثاني، شعارك يا أبو إبراهيم يأتي مع الشامي سلطان بن سعيد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم، يأتي على المستوى المركز الثاني. بينما المركز الثالث، هنا شعار مايهان عبد الله بن علي بن راشد الجابر المرياتي على المستوى المركز الثالث، يقدم لنا شعاره ويقدم لنا مايهان على المركز الثالث. بينما المركز الرابع، القدوم من شعار محمد بن عبيد العرزي، يقدم لنا النايف على المستوى المركز الرابع. المركز الخامس، مرحبا يا ابو حمود، مرحبا يا مالك الفيصل، مفلح بن حمود البلوي ياتي على المستوى المركز الخامس. هكذا كانت النتيجة مع الخمس المراكز المتقدمة. نداون الاول اتممناه على مسامعكم، ولكن لنا عودة من حيثما بدينا، العودة إلى شعار بن جهيم. بن جهيم يقدم لنا مايهان عبد الله بن علي بن راشد الجابر المرية. مع مقدمة الشوط ينطلق شعار بن جهيم على المستوى المركز الأول مع انطلاقة مايهان. بينما المركز الثاني، القادم من تبوك الورد، القادم من تبوك الورد من عملاق الميادين، وصل الفيصل ومفلح بن حمود البلويات على المستوى المركز الثاني. بينما المركز الثالث، وصل حفيظ بن سعيد بن ناجي المري، يقدم لنا الصداوي. الصداوي يحضر على المستوى المركز الثالث. المركز الرابع، حمد بن سعيد بن حمد الحسن الفهيد مع جبار، والقدوم من شعار سعد بن محمد بن سعد الجفران المري، يقدم لنا الكايد. مرحبا يا بن بوبح، مرحبا يا بن بوبح، ولكن وين البلوي؟ وين بدا يقير؟ بدا يتسلل. انطلق مفلح، مفلح بن حمود بن مطلق البلوي، ينطلقون ابناء تبوك الورد بمتابعه فالح. فالح فالح هو الناجح، فالح بن حمود البلوي، ينطلق بو حمود، ينطلق بو حمود احد الشباب عمالقه التضمير. فالح بن حمود البلوية، عشرة على عشرة يا ابو حمود، والسلام يبقى هنا مع ابناء المملكة العربية السعودية، وبالتحديد الى عملاق الميادين ومع ممثل تبوك. سلام يا ابو حمود، سلام. بينما المركز الثاني، شعار بن بوبح. المركز الثاني، حفيظ بن سعيد بن ناجي الغفران المري مع الصداوي. المركز الثالث، شعار عبد الله بن علي بن راشد الجابر البري مع مايهان. المركز الرابع، شعار سعد بن محمد بن سعد الجفران المري مع الكايد. والمركز الخامس،
شعار خامسة مراكز سيف بن سهيل بن خيره العثاري مع مشغل ياتي على مستوى المركز الخامس. متابعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء تهانينا والنماس لمالكي شعار الفيصل وشعار مفلح بن حمود بن مطلق البلوي منتزعا وخاطفا للشوط الرئيسي للقعدان الحقايق. سلام يا ابو حمود سلام ومشكور يا فالح على هذه المتابعه مع متابعه الفيصل. توقيت الفيصل 4 دقائق 33 ثانية 66 جزء من الثاني هكذا توقيت الفيصل. مفلح بن حمود بن مطلق الابلوي بينما المركز الثاني حضر الصداوي حفيظ بن سعيد بن ناجي الغفراني المري 4 دقائق 38 ثانية 55 جزء من الثاني. المركز الرابع الثالث ميهان عبد الله بن علي بن راشد الجابر المري 4 دقائق 41 97 جزء من الثانية. والمركز الرابع الكايد سعد بن محمد بن سعد الجفراء المري خامسا مشغل سيف بن سهيل بن خيره العثاري. متابعينا الكرام مشاهدينا الاعزاء تهانينا والنماس لمالك الفيصل من خطف الشوط الرئيسي لقعدان الحقائق بشعار مفلح بن حمود بن مطلق البلوي منتزعا وخاطفا لنماس الشوط الرئيسي للقعدان. مشكور يا فالح يا بن حمود واسعد الله صباحكم يا ابن حمود بن مطلق يا البلوي على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار الجميل. من يخطفون الشوط الرئيسي للقعدان وذهب السلام الى عملاق الميادين ميداني تبوك الورد ونقطة ثمينة في هذا المهرجان الكبير المهرجان الغالي على قلوبنا جميعا مهرجاني سمو سيدي ولي العهد للهجن سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه يا رب العالمين. متابعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء شوطنا القادم وثالث أشواطنا في هذا الصباح الجميل البكار الحقائق والزميل المعلق المبدع دائما وأبدا يزيد بن سعيد أسناني واصفا ومعلقا على مجريات وأحداث ووقائع شوطنا القادم.